ما أجمل الأمانة وأقبح الخيانة، رسولنا الأمين الصادق الأمين، قد قال لا إيمان للغادر الخوان، إن تعطني مالا فرده أمانة، أو إن أجد شيئا إرجاعه أمانة، إن قلت لي سرا فحفظه أمانة، أو كلت لي أمرا أداؤه أمانة، عبادتي أمانة، دراستي أمانة، وبر والدي من أفضل الأمانة، صداقتي للناس تكون بالأمانة، مجالسي إخلاص حديثها أمانة، قد باء بالخسران من ضيع الأمانة، ما أجمل الأمانة وأقبح الخيانة. كل الأمانة راعيا لا للخيانة تستكين، حتى ولو سرا فكن للسر حافظه الأمين، الناس تعجب بالذي قد صانها في كل حين، وتبجل الشخص الذي لم يفش سرا لا يلين. أد الأمانة راجيا من ربنا كل الثواب، من خان أي أمانة حصد الهلاك مع الخراب، فالله يمتحن العباد والخائنون لهم حساب، أما الأمين هو الذي دوما يفضله الصحاب. نحيف راحوا حاملين الأمانة، تقصينا في الدين هو راس الأسباب، الهيس والكذاب هذا زمانة، راعي الوفا والصدق يجلس ورا الباب، ما عاد له للصدق والعرف خانة، ما دام قدر الراس مع قدر الأذناب، صار المنافق ظاهر سولجانة، يجلس بعد راعي القيادة إلى غاب، تشوف راعي المال يكبر شانة، والكل ينظر له بتقدير وإعجاب، العقل نعمة والأدب والذهانة، وراعي الجهل يطيح في قلب الإنشاب، واللي كثر هرجك وبين بيانة تصير مثل اللي بلا ستر وحجاب، الرجل بالواجب لسانه حصانة يصير صادق حتى لو على قص الرقاب، واللي اختلف قلب الفتى على لسانه فهذا دليل انه منافق وكذاب، والشهم اللي ما تطير عليه الخيانة ولا يجلب على الرذيلات جلاب، ترى الغضب يحرقك في عقاربه، وبليس على الراعي المتاهات ما غاب. الأمانة كالسراج ينير لك حياة أخرى، الأمانة حياة أخرى تختصر دين الإسلام، الأمانة هي الأمن وسط زحام الحياة، الأمانة هي الضوء وسط عتمة الحياة.